على بعد 3 أميال من الحدود الشرقية مع بولندا. تجري القوات البيلاروسية تدريبات مشتركة مع عناصر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية. تلك المجموعة التي بات اسمها مثيرا للجدل مؤخرا عقب محاولة التمرد في روسيا. وزير الدفاع في بيلاروسيا كشف عن أن التدريبات ستشمل العديد من المعدات العسكرية والمناورات الميدانية على كيفية الاشتباك مع العدو والرماية التكتيكية. سأجعل جيش بيلاروسيا ثاني أقوى جيش في العالم، هكذا قال إيفجيني بريغوجين في أول ظهور له منذ فشل محاولة تمرده في روسيا. بريغوجين الذي لا يزال الغموض يختنف مصيره ظهر في مقطع فيديو من بيلاروسيا وسط ظلام دامس وهو يرحب بجنود مجموعة فاغنر قبل بدء التدريب المشترك، معلنا أنه ومجموعته لن يشاركوا حاليا في أي عملية عسكرية في أوكرانيا حتى لا يلحقوا بأنفسهم العار على حد وصفه. وعلى الجانب الآخر من الحدود، شددت وزارة الدفاع البولندية إجراءاتها على الحدود مشيرة إلى أنها تراقب الوضع بشكل دقيق عند الحدود مع بيلاروسيا مع الاستعداد لكافة السيناريوهات. قلق غربي كبير لا سيما من حلف الناتو إزاء وجود عناصر فاغنر داخل بيلاروسيا، كشفت عنه مجلة نيوزويك الأمريكية التي أشارت إلى أن روسيا تستعد لمهاجمة بولندا عن طريق حليفتها مينسك. تكهنات المجلة الأمريكية عززتها تصريحات النائب الروسي أندري كارتابولوف الذي قال إن الرئيس فلاديمير بوتين طرد مجموعة فاغنر إلى بيلاروسيا بهدف التحضير لهجوم على بولندا. تعزيزات عسكرية، مناورات وتدريبات مكثفة على مختلف الجبهات من الناتو إلى روسيا والصين ثم إلى بيلاروسيا. تحركات تكشف عن حدة التوتر التي تحيق بالمنطقة وتشير إلى عدم وجود أرضية للثقة أو أفق قريب للسلام والحوار بين روسيا من جانب وأوكرانيا وحلفائها من جانب آخر.